شكرا جزيلا. صباح الخير يا أطفال، وأهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نشوف فيلم تاني من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة يلي هو عنوانه الطاهي الصغير. رح نشوف الأخوين جيل وجيلي وهن عم يحضروا طبق جديد غريب وعجيب لكنه طعام شهي. رح أبدأ معكم بالرسم شوي لحتى تتذكروا شخصية جيلي وجيل. هلأ هون إذا برسم هالنصف دائرة، تعرفوا كيف شكل جيلي؟ هي عبارة عن أنصاف دوائر، هي عيونها وهون الأنف، بعدين هون تمها. وقت بنعمل هالشكل هاد في ابتسامة صغيرة، وقت بنعمل هيك هي كأنه فيها ضحكة. هلأ بنرسم هون نطلع هيك شعراتها، وهون مثل ما بتتذكروا هي في إلى أضفيرتين، هون رقبتها وهي مثل ما هي لابسة. لهون إذا أنا باخد هالشكل هاد الصغير يلي هو الإبهام وبحط هون الأصابع وبعدين إيده، وهون مننزل من عند الكتف. هلأ هون أخذنا صارت إيده من هون عم تلعب ببعض الأوراق، عم يلعبوا بالبيت. هون إيده الثانية، وهون كمان حاطة هون إيده. فهون الطاولة تعرفوا على أساس إنه نحنا كأننا بدنا نرسم، إذا مثل ما منقول منظور الطاولة من هون كبيرة من هون صغيرة، لأنه نحنا شايفين هالطرف هاد. وهون منحط رجلين الطاولة، هاي الرجلين تبعين الطاولة. أحبائي اليوم بيصادف عيد ميلاد جيل، جيلي رح تحضر له كعكة خاصة. بدنا نشوف مع بعضنا هالفيلم يلي فيها الكعكة كيف بيساووها، وعنوان الفيلم حلوى الفراولة. 9 10. لو أننا دعونا بنجي المتعة ستكون أكثر في اللعب. يا إلهي نسيت ذلك كليا، اليوم يوم ميلاده، أنصنع له كعكة؟ حسنا لوسي، أنت تقومين بعمل التزيين. ما رأيكم بكعكة الفراولة؟ رائع، أعتقد أنها ستعجبه. حسناً، نحتاج إلى لتر حليب، فراولة، بعض الكريم الطازج، علبة شوكولا جاهزة، بعض مربى الفراولة، سكر مسحوق، وماذا بعد؟ آه نعم، أصابع السيدة جاهزة. حسناً لدينا ما نحتاج. مستعد للخطوة الأولى، قم بصب الحليب في الإناء، أضف ملعقة من الشوكولا، امزجها بالحليب جيداً. والآن أجهز الكريمة. يجب جعلها جامدة، ليس كثيراً وإلا تحولت إلى زبدة. هذا جيد، أنضيف السكر؟ بالطبع، مقدار ملعقتين. ماذا سأفعل بالمربى؟ نضع طبقة في قاع قالب الكعك، ليس كثيرا، نحتاج بعضه فيما بعد. أما الآن ننقع البسكويت في الخليط، ثم نضعه في قاع القالب فوق المربى. يجب أن نضع بعضه عند الأطراف. جاهز. والآن طبقة من الكريمة. فراولة، ومن ثم لا أعرف. يجب أن نضيف طبقة أخرى من أصابع السيدة في الجهة المقابلة. ونستمر في ذلك حتى تغطى الأطراف. كريمة، مربى، بسكويت، كريمة، مربى، بسكويت، ونغطي كل شيء بطبقة من المربى. هل سنضعه الآن في الثلاجة؟ نعم، ولمدة ساعة. ماذا سنفعل أثناء ذلك؟ نستطيع أن نعد شرابا. ماذا نشرب؟ من الحليب الباقي نصنع شوكولا بالحليب. فكرة جيدة، اخلطيه جيدا وإلا فسد. اسمع، أنا دائما أصنع حليبا بالشوكولا. أعرف، لهذا قلت يجب أن تخلطيه جيدا. ها؟ تعني أن هناك عيبا؟
محتمل. من السهل عليك أن تنتقد وأنت لا تفعل. وماذا تفعلين؟ هل نستطيع أن نساعد؟ حضر الطبق، كن جاهزا. رائع رائع جدا. اللمسة الأخيرة، الكريمة والفراولة. حضر بنجي. سنة حلوة يا بنجي. إنها لذيذة. أجل، ومن السهل إعدادها. لإعداد كعكة الفراولة نحتاج علبة من أصابع السيدة، لتر حليب، بعض الشوكولا الجاهزة، بعض الفراولة، بعض مربى الفراولة، بعض الكريم الطازج، ملعقتين من الحليب المسحوق، وصحتين وعافية. وصحتين وألف عافية. أكلة طيبة كتير كتير، جربوها لكن اسألوا ماما قبل ما تجربوا تساوى. أحبائي الأطفال، هلأ رح ننتقل من عالم الطبخ والرسوم المتحركة لعالم تاني مختلف كتير كتير. رح ننتقل لعالم الحيوان، رح نشوف كمان حيوان اسمه الميركات. حجم هالحيوان هاد ما بيزيد عن خصلة ذيل الأسد، وهو كمان مانو قط، يعني مو من أنواع عائلة القطط، لكنه نوع من النموس من إله، وهو يعتمد في بقائه على حاسة بصره الحادة ومخالبه القوية، كما أن سرعته فائقة. خلينا نشوف مع بعضنا هالفيلم. يقف الميركات الذي لا يزيد طوله عن شرابة ذيل الأسد عملاقا في صحراء كالاهاري، وهو ليس بقط ولكنه ينتمي لفصيلة النموس. هذه قصة عن الحياة العائلية والعمل الجماعي، حيث يأخذ الجميع دورهم في الحراسة ورعاية الصغار والتدريب. وللبقاء حيا يعتمد الميركات على النظر الحاد والسرعة والمخالب القوية للحفر والتوازن فوق المرتفعات. ففي الوقت الذي يراقب فيه الحراس الأعداء والجماعات المنافسة، فإن باقي المجموعة تحفر بحثا عن الطعام والملجأ. ويمكن لكل حيوان أن يحفر 400 حفرة وينقل ما يعادل 50 مرة من حجمه من الرمال. ويتعلم الميركات منذ الصغر أفضل طرق الحصول على الطعام، مثل قطع ذنب العقرب أولا. وابن آوى من أخطر الأعداء للميركات، ولكنه فقد عنصر المفاجأة. العيون الأخرى لا تزال تراقب. إن هذا النسر كبير لدرجة أنه يستطيع افتراس قرد بكامله، لذلك سيكون سعيدا بالتقاط ميركات. ويكتشف الميركات الحارس وجود النسر الذي يشكل نقطة صغيرة في الأفق ويحذر المجموعة. أما الكوبرا الصفراء السامة التي يمكن أن يتجنبها الميركات بسهولة، فتتعرض لمضايقات، ولكن بإبعادها يمكن أن يتجنب الميركات مواجهة تحت الأرض. وتنجب أنثى الميركات في العادة 4 من الصغار، التي تترك جحرها عندما تتفتح عيناها، وتتولى رعايتهم داخل الجحر وخارجه مجموعة من الميركات، بينما يتفرغ الباقي للبحث عن الطعام. عالم الحيوان عالم لطيف كتير كتير وحلو. هلا رح ننتقل من عالم الحيوان لشغلة تانية لطيفة كتير كتير. شوفوا هالرسالة، هي شغل إيد أنا عاملتها، ورح أعلمكم هلا كيف بتعملوها. بتعرفوا بأنه هالأوقات هي جاية مناسبات، ممكن تبعتوا رسالة لصديقكم، ممكن تعملوا رسالة الظرف، وكمان بقلبه الرسالة، ورقة الرسالية اللي رح تكتبوا عليها. شوفوا هالرسمة الجميلة عليها هون وهون. هي رح نعمل مثلها هلا. رح نحتاج لعمل هالرسالة والظرف لبعض الأشياء، يلي هي
كالعادة مقص، مادة لاصقة، ورق. أهم شغلة يلي رح نحتاج لها هي مثل مجلة قديمة، فرضنا مجلة أطفال عليها رسوم تبع أطفال، أو كمان مجلة مثل هالأنواع هي من المجلات يلي فيها هالأشياء هي. طيب هلأ نحنا منشان نعمل هالرسالة هي رح نحتاج كمان شغلة تانية، هي رسالة قديمة. رسالة رح ناخد الرسالة القديمة نفكها، بتفكوها شوي شوي بهالشكل هاد، منفك الرسالة. بعد ما منفك الرسالة منجيب ورقة المجلة، مناخد منها صفحة هالورقة، منلزق الرسالة القديمة بهالشكل هذا عليها هون، منلزقها من كل الأطراف. هلأ رح ألزقها وفرجيكم. بورق بالمادة اللاصقة منحط الصمغ على الأطراف بهالشكل، منحطها عليها ومنلزق الورقة هيك بهالشكل هذا هون، طبعا منيح منيح منلزقها، منلزقها على الوش الثاني مشان هالوش هاد نحنا يلي رح نحتاجه. بعد ما لزقناها رح فرجيكم واحدة لزقتها خالصة هي بهالشكل هاد، لزقناها هيك. طيب منجيب المقص ومنقص الأطراف كلياتها، يعني منمشي على قد الظرف المحطوط بهالشكل هاد، وهيك على كل الأطراف يلي قد الظرف، منحصل على شكل هاد الظرف. بعدين منرجع منطبقه مثل ما كان بس على الوش الثاني، هيك وهيك وهيك بهالشكل وهيك، منلزق الأطراف كلها. طبعا منترك الفوق الطرف هذا مفتوح مشان نحط الرسالة بقلبها. صارت معنا رسالة، ظرف لنحط بقلبه الرسالة. مشان اعمل الورقة اللي بدي اكتب عليها الرسالة، بجيب ورقة فاضية وبقص كمان رسمة من هالرسوم يلي أنا أخذتها من المجلة، فرضنا هون هالرسمة هيك الجميلة هون، باخدها وبقص أطرافها كلها وبلزقها هون على طرف الورقة، بتصير معي ورقة الرسالة اللي بدي أكتب عليها الرسالة وبعتها لصديقنا أو لصديقتنا أو لرفقاتنا، بتصير رسالة بهالشكل هاد، أو رسالة كمان بهالشكل هذا. حتى أي نوع من أنواع الورق بتقدروا تحطوه كمان، هي بتطلع معي رسالة هيك. أحبائي بهالشكل هاد انتهت معي الرسالة، بس ممكن تكتبوا الاسم بالورق الأبيض وتبعتوها، وما تنسوا الطابع كمان. هلأ أحبائي رح انتقل معكم لشغلة لطيفة كتير، وهي زاوية الفنانين الصغار، يلي الزاوية يلي خصصناها وعملتها معرض لإلكن. الزاوية هي هون، والأطفال بعتولي رسومهم والرسوم موجودة هون. رح شوفوا هالرسمة هي الجميلة، رح أحكي لكم عنها شوي. من طفلة اسمها فاطمة حفظي أحمد عبد الهادي، عمرها 14 سنة، هي من الإمارات العربية المتحدة، بعتت هالرسمة جميلة جدا جدا، ألوانها رائعة. في عندي كمان هي الرسمة، هي من عندها شخصية من شخصيات وولد ديزني، جميلة جدا جدا. فاطمة ظاهر عليها بتحب الرسم كتير كتير. أحبائي أنا رح أودعكم هلأ، وبتمنى منكم أنه تبعتوا لي رسائلكم ورسومكم للعنوان يلي هلأ رح تشوفوه بآخر البرنامج، وأنا بانتظار رسائلكم، وفي لكم كمان جوائز جميلة. ومع السلامة، بشوفكم الأسبوع القادم.